92. بيقول لك اعرف شخصيتك من شخبطة حضرتك. لما بتكون سرحان او بتتكلم في التليفون مثلا او قدامك ورقة وقلم بتشخبط ازاي؟ قول لنا كده وبعتلي حالا وانا هحلل لك شخبطة حضرتك من او شخصيتك من شخبطة حضرتك. والاباء والامهات اللي سامعيني ركزوا في ده لانه بيقول لك بيفيد جدا في موضوع الاولاد الصغيرين. هدي لك اختيارات وجاوبني وهنرجع بعد الاغنية نحلل الشخصية. الشخبطة بتاعتك بتكون دوائر ولا مربعات ولا مثلثات ولا قلوب ولا أشكال هندسية معقدة ومتداخلة ولا شبكات ولا صناديق بوكسات يعني ولا ورد؟ طيب نقول تاني الاختيارات، دوائر ولا مربعات ولا مثلثات ولا قلوب ولا أشكال هندسية معقدة ولا شبكات ولا الصناديق أو البوكسات دي اللي بنحاول نعملها مجسمة. ابعت لي الإجابة، وفي ناس كمان نسيت الورد، لو ورد كمان ابعت لي الإجابة على 199 أو فيسبوك بيج على البوست بتاعنا الراديو 99 أو على انستجرام الراديو 99 أو على تويتر، هتلاقينا الهاشتاج بتاعنا موجود قدام حضرتك دلوقتي. ترسم مربعات فأنت شخص واقعي مجتهد دايما عندك حلم وهدف محدد بتحاول توصله بكل مجهودك. لو بترسم مثلثات ليها نوعين، المثلثات المعدولة اللي قمتها فوق فأنت شخص نشيط بيحب الحركة وعندك طموح عالي جدا ونفسك توصل لأعلى المناصب وده بيخليك تطور دايما من نفسك. أما لو بترسم المثلثات مقلوبة يعني القاعدة بتاعت المثلث فوق ورأس المثلث تحت بيقولك شخص انطوائي جدا وبتحب الوحدة وإن كنت ساعات كتير بتعاني بسببها. لسه عندنا اللي بيرسم قلوب واللي بيرسم أشكال هندسية معقدة واللي بيرسم شبكات وصناديق وورود وعيون، وفي ناس بترسم عيون صحيح، في ناس بترسم دوامات وفي ناس بتكتب اسمها مثلا، وفي ناس بترسم خطوط بالعرض وناس بترسم خطوط بالطول. فيك حاجة من دول؟ لو انت لسه ابعت لي، لو ما كتبتش حاجة من دول انت مين في دول؟ نسمع مع بعض أغنية ونرجع تاني نكمل صباحك ومسرح. لو انت من الناس اللي بيرسموا أشكال هندسية معقدة، انت عنيد عندك مبادئ ما بتتنزلش عنها ابدا، صريح لدرجه انك ممكن تدب كلام يودي ورا الشمس. لو من اللي بيرسم قلوب بيقول لك عاطفي حنون طبعا، المشاعر هي اللي بتتحكم فيك. لو بترسم شبكات انت مربعات متواصله كده مع بعضها زي شبكه صيد السمك مثلا، شخص بتحب تتعرف على ناس جديده وتكون معارف كتيره جدا. لو بترسم البوكسات أو الصناديق المجسمة أنت تفكيرك مادي، دايما بتفكر أنك محتاج تحوش أكتر، عندك طموح عالي جدا ولكنك محتاج تخطط للمستقبل. لو بترسم وردة كبيرة والدايرة اللي في النص الوردة بتكون كبيرة كده بيدل على أنك واثق في نفسك، اجتماعي وعندك صحاب كتير. لو بترسم الورد الصغير والدايرة اللي جوه الوردة كده تكاد تكون يعني مش موجودة أو صغيرة جدا فأنت دقيق، تهتم بالتفاصيل جدا جدا وبتبحث عن المثالية وجواك حيرة وموسوس شويتين. لو بترسم دوامة أو أشكال ملفوفة ده بيدل على أنك شخص مبدع مبتكر بتحب تفكر بطريقة مختلفة غير تقليدية. اللي بيرسموا عيون دايما وهم سرحانين وتلاقيه رسم عين وعملها الرموش وخلافه بيقول لك شخص منفتح متقبل لكل الاراء، بتحب دايما تدور وتعرف عن اي حاجه معلومات جديده. ده بالعيون الكبيره. لو العيون الصغيره فانت شخص متحفظ كتوم مش بتحب تشارك اي حد اسرارك. لو رسمت العيون اللي هي الجاحظه شويه فانت حاسس انك متراقب وعندك شعور دايما ان الناس حطاك في دماغها. لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 99 ولسه عندنا الناس اللي بتكتب اسمها او بتوقع وهي سرحانه، ولسه عندنا الناس اللي بترسم خطوط بالعرض او خطوط بالطول. انت من دول؟ لو ابعت لي الاجابه حالا على 199 على اس ام اس فيسبوك بيج راديو 99. رجعنا تاني ومكملين صباحكم مطرحك على راديو 99 وبيقول لك لو انت من الناس اللي هم سرحانين بيوقع او بيكتب اسمه انت شخص عندك سلام نفسي بتعتز جدا بنفسك وعندك ثقه في النفس حلوه وكويسه جدا. لو بتكتب اسامي ناس تانية اي اسم معين مثلا تفضل تكتب اسم احمد 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 وانت اسمك مش احمد بيقول لك ده دليل على حبك للشخص ده. اما لو بترسم دايره او مستطيل وبعدها الاسم جوه او بترسم الاسم وتعمل حواليه الفريم ده فده معناه ان الشخص ده انت مركز معاه جدا، يا مركز معاه بشكل ايجابي بتحبه جدا او مركز معاه بشكل سلبي وانت متضايق منه جدا. لو انت سرحان بترسم خطوط بالعرض شخص تعتز بنفسك، عنيد، دماغك ناشفة، ردود أفعالك عنيفة غير متوقعة، محب للتحدي والمغامرة. لو بترسم خطوط بالطول فأنت بتعاني من الوحدة والحزن وعندك طموح برضو وبالك طويل ونفسك تحقق أحلامك
بس للأسف ما بتعملش حاجة علشان تحققها ومطلوب منك تشتغل على نفسك أكتر. كده خلصنا شخصيتك من خلال شخبطة حضرتك. يا ترى التفسير ده توافق معاك بنسبة كام في المية؟